أهلا بكم. قالت الحكومة على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي أن تصريحات كيري تضع شكوكا كثيرة حول المسيرة السلمية وأيضا المبادرات المطروحة، كما طالبت الحكومة بتوضيح من الإدارة الأمريكية حول إعلان جون كيري عن عقد اتفاق مع الحوثيين دون إبلاغها وفي غياب المبعوث الأممي إلى اليمن. مشاهدينا، نتوقف مع هذا الحدث السياسي لنناقشه في محورين: ما وراء اتفاق مسقط للحل في اليمن بمعزل عن الحكومة، وإلى أي حد يمكن أن يسهم هذا الاتفاق في تعقيد مسار الحل السلمي في اليمن؟ إذن مشاهدينا، بحسب الحكومة فإن إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لا يعني لها شيئا، وأنه يمثل رغبة في إفشال مساعي السلام، مشيرة إلى أنه محاولة أيضا للاتفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أكد أن كيري لم يتواصل مع الحكومة قبل هذه التصريحات، وأن حكومة بلاده لم تبرم أي اتفاقات ولا تعنيها أي عملية بعيدة عن الأمم المتحدة ووفق المرجعيات المتفق عليها سابقا. يأتي هذا فيما يلف الغموض موقف التحالف العربي بقيادة السعودية بعد أن خرجت سلطنة عمان للترحيب بهذا الاتفاق، فيما آثرت الإمارات الصمت بالرغم من حضورها في مباحثات مسقط. أما عن حزب المخلوع صالح فقد خرج مرحبا ومباركا، مبديا استعداده للتعامل الإيجابي كما قال مع إعلان كيري الأخير. نتابع تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير، ومن ثم نعود مشاهدينا لبدء النقاش. في أيامه المتبقية على رأس الخارجية الأمريكية، يبعث جون كيري رسائله الأخيرة إلى اليمن، رسائل وصفتها الحكومة اليمنية بالمضللة والمشكوك فيها. أعلن كيري عن اتفاق مبدئي بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، فجاء رد الحكومة عليه بهذا التصريح: بأننا نعبر عن شعبنا إذا قلنا أن السلام إنما يمر بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويمر عبر مخريات الحوار الوطني، ويمر عبر قرار مجلس الأمن 2216 وقرار ذات الصلة. من يريد أن يصنع سلاما خارج هذه المرجعيات الوطنية فهو واهم. موقف الحكومة وإن بدا صارما ليس إلا امتدادا لموقفها السابق من المبادرة التي حملها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قبل نحو أسبوعين، وما زال ينتظر إسنادا ربما لن يعلن بشكل واضح من حلفائها في التحالف. في خلفية الموضوع يقول سياسيون إن كيري يحاول تحقيق إنجاز سياسي على حساب الشرعية في مهمته الأخيرة التي كان لها دور كبير في تدليل طرق الزحف المسلح إلى رأس الدولة اليمنية ونشر العنف في طول البلاد وعرضها. فقد تضمن الاتفاق الأخير إلى جانب الهدنة تشكيل حكومة وحدة وطنية قبيل نهاية العام الحالي، وهي خطوة وصفها مراقبون بتعميق الأزمة وإطالة أمدها والقفز على أي تسوية تنصف الضحايا وتنهي عملية تدمير الدولة ونهب مؤسساتها. في مسقط وسعت السلطنة فيما يبدو دائرة القناعة بمقترحات جون كيري، وسارعت وزارة خارجيتها للترحيب بخطته المقدمة، بينما آثر الحوثيون الصمت، وهو صمت محمول على الاستفادة من مبادرة كيري القائمة على الاستجابة لشروطهم ورغباتهم. وحده حزب المخلوع خرج مرحبا ومباركا الاتفاق، وأعلن استعداده للتعامل الإيجابي بوقف الحرب ورفع الحصار. لم ينسى حزب المخلوع تذييل بيانه ببعث تحايا التقدير لسلطنة عمان، وهي الدولة المعروفة بدعمها وإسنادها لهم وللحوثيين وتحولها عبر مسيرة الإنقلاب إلى جسر اتصال وتواصل بينهم وبين داعميهم الإقليميين والدوليين. الكثير من الأسئلة حملها إعلان جون كيري الأخير، أهمها إلى أي حد يمكن أن يسهم هذا الاتفاق في تعقيد مسارات الحل السياسي، وإلى أي مدى يمكن أن تتجاوز مبادرته حاجز الفشل الذي يختتم به الديمقراطيون فترة حكمهم للبيت الأبيض. الرد العملي على إعلان مسقط جاء من تعز التي انتفضت على الحوثيين واستعادت مناطق كثيرة من تحت سيطرتهم، وهو ما قد يعزز خيار الحل العسكري أو على الأقل إعادة الحل محمولا إلى عتبات القرار الأممي 2216 وبقية المرجعيات الأخرى. إذن مشاهدينا، أرحب بضيوفي الذين سأستهل معهم النقاش. سينضم إلينا الآن الكاتب والسياسي السعودي سليمان العقيلي، وأيضا أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. نبدأ معك دكتور عبد الباقي، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور عبد الباقي. من الواضح أن كيري يلعب في الوقت الضائع، هل يمكن أو لكن هل يعني سيمضي التحالف خلفه هذه المرة
وهل نحن أمام إنتاج اتفاق سلم وشراكة جديد؟ لا أعتقد ذلك، ولكن إذا أردنا المقاربة من منظر من يعني منظور المشهد العربي والإقليمي، هناك تعقد في المشهد العربي وهناك تناقضات في دول التحالف، وبالتالي تحرك كيري في إطار العلاقة الإيرانية الأمريكية على في عهد ترامب، بالتالي هم يريدون تفاوق الزمن لأنهم ليس هناك رؤية واضحة لكيفية العلاقة، ومن هنا الإيرانيين تحركوا عن طريق عمان مسقط بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المحافظة على أنصار الله الحوثيين في اليمن بكامل عدتهم وميليشياتهم وبقائهم في الحقل السياسي كرقم سياسي وعقائدي صعب. بالتالي ستلاحظ أن هناك إشارة إلى أن تشكيل حكومة قبل نهاية العام، أي قبل نهاية ولاية أوباما. يريدون استغلال وتوظيف العلاقة الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل التحولات القادمة للحفاظ على الحوثيين، ولكن تصريح كيري أحرق دول التحالف، لأن ليس دول التحالف كاملة مع هذا ما طرح كيري، ولكن هناك إحدى دول التحالف هي التي تقف أو لديها رؤية لكيفية الحل وواضح موقفها من الحل. القائم على بقاء الحوثيين وكذلك على ربما فكر ارتباط الجنوب، من المسألة واضحة للغاية. أما أعتقد هكذا، أعتقد ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية وحتى تلك الدولة التي الآن تلعب دورا في رؤية كيري مما تخطط له الآن، لأن في حال ما تم الذهاب بقوة، أولا لن يتم تحقيق هذا الاتفاق على أرض الواقع، لأن الرئيس عبد الرب المنصور هادي حتى وإن أمضى ووقع على ذلك نحن سنذهب أهلية ونحو معارك لا يستطيع حتى الرئيس الذي يسيطر الآن إلى حد ما على مجريات المشهد السياسي أن يتحكم في المستقبل بالمقام الوطنية وقطاعات وطنية للجيش. لهذا أعتقد أن كيري يتحرك وحاول أن يدفع بتصريح ويضع دول الخليج في موقف صعب، ولهذا أما مسقط سأنقل هذه النقطة إلى ضيفي الآخر دكتور تكرم بالبقاء معنا. نعود إلى الكاتب والسياسي السعودي سليمان العقيلي. سيد سليمان مساء الخير. أهلا مساء النور. أهلا بك سيد سليمان. أهلا بك سيد سليمان. يعني الدكتور عبد الباقي شمسان تحدث معي الآن يقول أن يعني تصريح كيري سبب إرباك لدول التحالف العربي، مع أنه حتى الآن لم نسمع أي موقف أو تعليق من قيادة التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من اتفاق كيري المعلن. يعني ما سر هذا الصمت وهذا الغموض في الموقف السعودي؟ أنا أعتقد أنه هذا الصمت السعودي العريض جدا منذ اجتماع الرباعية في جدة، يعني منذ أشهر وحتى الآن، والذي لم يتعدى سوى الترحيب بالاجتماع جدة، ولم يتطرق لأي أفكار ولا أي مبادرات بالترحيب مجلس الوزراء السعودي طبعا. هذا الصمت العريض جدا يدل على أن المملكة العربية السعودية غير مقتنعة بهذه الطبخة، وأنها لا تحقق التسوية السياسية الاستراتيجية لأمن اليمن واستقراره ولأمن المنطقة كلها. أنا هذا يقيني، ولكن ربما تم الضغط بقوة وبشراسة وبترهيب وإرهاب سياسي أيضا، وتحت ربما تهديد قرار مجلس الأمن للموافقة. والعارف بواطن الأمور في العلاقات السعودية الأمريكية يعني لا يفوته أن المناورة السياسية تعمل في ذلك، سواء تتعلق الأمر بالجانب السعودي أو الجانب الأمريكي. يعني رأينا المناورة السياسية الأمريكية في سوريا والتكتيكات التي تخاتل السعوديين، ورأينا في اليمن أيضا مناورة سياسية سعودية تخاتل الأمريكيين.
نعم. ولكن يعني سيد سليمان، يعني تصريح كيري هو تحدث بأن هناك اتفاق ما بين التحالف وبين الحوثيين، يعني هو تحدث عن وجود اتفاق بينما لم يكن هناك أي تصريح من قبل التحالف لنفي ذلك. يعني السكوت، يعني كيف نفهم السكوت على أنه رفض؟ لو تمعن النظر في تصريح كيري أصلا مناقض بمبادئ السلوك الدولي للعلاقات الدولية. كيري يقول تم الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والحوثيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية. نعم. ما دخل المملكة العربية السعودية في تشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية؟ هل هي تمثل الشعب اليمني؟ نعم. هذا يدل على الفوضى التي تعيشها الدبلوماسية الأمريكية. لو كان كيري صادقا وأمينا ونزيها ومحايدة لقابل الحكومة اليمنية، إنما لأنه غير نزيه وغير محايد وغير نظيف في اطروحاته وأهدافه ومآربه، هو مارس الضغط من بعيد، وربما استخدم أيضا في الضغط على السعودية أشقائها العرب. ونعرف أنه كذا دولة عربية الآن يعني متسقة مع السياسة الأمريكية. ولذلك أنا أقول أن الموقف الحقيقي للمملكة العربية السعودية هو عدم القناعة بهذه المبادرة، هذا أولا. وثانيا وليكن ذلك مفهوما، أن المملكة ربما وافقت على وقف إطلاق النار، ولكن كم وقف لإطلاق النار تم الموافقة عليه ولم ينجح؟ نعم. لذلك فربما أيضا الموافقة على وقف إطلاق النار هو قطع الطريق على الضغط الأمريكي وعلى قرار مجلس الأمن أو حملة أمريكية تستخدم فيها واشنطن كل أدواتها من أجل إنقاذ الموقف الإيراني. نعم. الموقف الإيراني أخي الكريم الآن يتعرض لتهديد حقيقي من ترامب. ترامب سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط ضد الإيراني. ولكن يعني سيد سليمان سنعود. واشنطن بوست. سيد سليمان سنعود. صحيفة واشنطن بوست أكدت على هذه المعلومات. نعم. قالت محللة أمريكية، قالت أن ترامب سيغير موازين القوى ضد إيران. نعم. واللي لاحظنا أمس في الكونغرس وافق على مشروعين، على قرارين، على تمديد العقوبات على أمريكا لمدة 10 سنوات، وعلى تمديد وتوسيع العقوبات ضد سوريا. وهذه إشارة مسبقة للسياسة الأمريكية القادمة، لأن الجمهوريين سنناقش موقف الإدارة الأمريكية لاحقا سيد سليمان، ولكن دعني أنقل النقطة السابقة للدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، يعني ما الذي يدفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للبحث عن إنجاز سياسي على حساب الشرعية في آخر أيامه المتبقية بالبيت الأبيض؟ هناك يعني أطراف أيضا تلعب في إطار الحفاظ على الحوثيين في المشهد، وإيران لعبت الدور مع مسقط وإحدى دول التحالف. الهدف واضح جدا عندما يتحدثون عن إيقاف إطلاق النار بين الحوثيين، لاحظ الحوثيين ودول التحالف، وكأن المعركة بين الحوثيين ودول التحالف، وكأن دول التحالف هو عدوان خارجي على اليمن، وهذا خطير. إذن عندما يتحدثون عن الحوثيين فإنهم يتحدثون عن طرف، وكأنه طرف أصيل في المعركة، بغض النظر عن محاولة إبعاد المقطوع صالح. هناك الحديث عن إيران، وعندما نقول الحوثيين فإننا بوضوح نتحدث عن إيران، عن يد إيران في خاصرة دول الخليج. ومن هنا هذا المغالطات منذ البدء. أما الهدف واضح، أنا قلت في البداية، قلت عندما تحدثوا قبل نهاية العام يعني أن هناك تحركات إيرانية بعد تمر بضغط عمان وأحد دول التحالف، هدفها الضغط على دول التحالف جميعا ووضع المملكة العربية السعودية في موقف حرج جدا من هذا الإعلان الذي أحرج وأرتك
تماسك دول التحالف وأمام السلطة الشرعية وأمام الجماهير المنطقة وأمام أيضا قواعد اللعبة السياسية الدولية. ومن هنا أعتقد أن تحركات كيري لن تؤدي إلى تحقيق النتائج. أنا قلتها قبل ما يقارب عام أن هدف إيران رقم الأول قبل ما يتحالف مع صالح وقبل أن تتغير المعادلة كان الهدف هو بقاء حزب الله اليمني في المشهد اليمني، والهدف ليس اليمن، الهدف بعد اليمن المملكة العربية السعودية لابد بقاء المنطقة رخوة وهناك صراع وتثبيت الحوثيين في المشهد. ومن هنا أعتقد أن الحكومة اليمنية حتى في حال توقف، أقول لا نخاف من ذلك، حتى في حال ما توقفت الضربات العسكرية بين دول التحالف كطرف تم استدعائه إلى اليوم وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ولم تأتي دول التحالف إلا بطلب رسمي وفقا للمواثيق الأمم المتحدة، وذهبت أمريكا إلى العراق دون موافقة الأمم المتحدة ودون أي مشروعية دولية. وبالتالي دول التحالف ليس فقط جاءت إلى اليمن وفقا للأمم المتحدة بل تدافع عن أمرها القومي. نعم. إطار صراع واضح، وإيران تهدد بشكل واضح أن المدينة ومكة هدفا استراتيجيا لإيران، كيف يمكن لنا أن نتعامل هذا؟ اثنين، علينا أن نعلم أنه حتى في حال أنه تم إيقاف إطلاق النار مع دول التحالف فالسلطة الشرعية غير معنية بهذا، ويمكن استمرار الدعم ويمكن السلطة الشرعية أن تستمر في إكمال عملياتها العسكرية الوطنية في إطار استعادة الجغرافيا والمؤسسات. لا ليس هناك خوف، حتى عندما يتحدث هذا اختزال وهذا نوع من اللؤم والخطة السياسي عندما يتم هذا الإعلان ويقول تم الاتفاق وهناك تجاهل وتهميش. هو أيضا دكتور، يعني هذا الاتفاق قد يقودنا أيضا للتساؤل، كيف يمكن فهم صمت المبعوث الأممي حيال الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار من العاصمة العمانية مسقط؟ يقال واضح أن هذا التحرك يأتي في إطار كيري وإطار نخبة ضيقة من النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك بعيدا عن الأمم المتحدة هناك مشروع أمريكي في إطار استكمال خطة أوباما للمنطقة، هذه الخطة التي كانت تستخدم القوة الناعمة لبقاء المنطقة رخوة وهشة. وبالتالي ستلاحظ أن ليس هناك فارق بين ولد الشيخ ما يطرحه ولد الشيخ وما يطرحه كيري، ولكن كيري تحرك وكأنه وضع يعني كتهديدا لدول التحالف أنه سيستخدم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كل نفوذها وكل قوتها في إطار وهذه الرؤية الأمريكية للحل، ونحن نعلم هذا وهناك ضغوط غير معلنة، هذا هو المعلن ولكن هو الآن أعلن بشكل واضح عبر وسائل الإعلام، ولكن الضغوط الغير معلنة هي أكبر من هذا. ولهذا أعتقد نحن ليس هنالك خوف، هناك سلطة شرعية مدعومة بمواثيق دولية ومدعومة من دول التحالف العربي وبالتالي المملكة العربية السعودية التي هي المعنية الأولى بهذا التهديد، وبالتالي كيري لم يتلقى له إلا وقت قصير، وأعتقد أن مركزيتنا واضحة والشعب اليمني وسلطته الشرعية التي تجاهلها كيري وكأنها رقما غير موجود، وكأن الرقم الحكومة الواحدة والقوة الواحدة الواضحة والشرعية لدى كيري هي الحوثيين، وهذا نرفضه نحن كشعب يمني ونقول نحن نستطور السلطة الشرعية اليمنية وعليها أن تؤثر عن تطلعاتنا وعن طموحنا لعادة جمهوريتنا، وبالتالي لا نهتم كثيرا بهذه الرؤية مهما كانت الضغوط. نعم. فلتوقع دول التحالف على إيقاف وقف إطلاق النار أو العملية الاستعدائية، وعلينا نحن اليمنيين والسلطة الشرعية حتى إذا وافقت السعودية تحت ضغط شديد للغاية تستطيع المملكة العربية السعودية دعم السلطة الشرعية وإمداد. نعم، وضحت الصورة دكتور. والمال. نعم. لاستعادة الجمهورية، بالتالي هناك أكثر من أسلوب وطريقة لاستعادة الجمهورية وليس فقط عبر هذه الضغوط الدولية، علينا التخفيف عن دول التحالف من قبل المجتمع الدولي. نعم، إذن أشكرك أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود لضيفي الآخر الكاتب والسياسي السعودي سليمان العقيلي. سيد سليمان، يعني رجحت المعلومات حضور الموقف العماني والإماراتي خاصة في هذا الاتفاق المعلن، وأنه نتيجة تباحث بين كيري ونظرائه العماني والإماراتي، كيف تفهم هذه المواقف يعني من داخل البيت الخليجي نفسه؟ أخي الكريم، المتضرر من هذه الطبخة، أنا لا أسميها مبادرة طبخة، هما الشعب اليمني والشعب السعودي فقط.
والأمن والاستقرار في اليمن والأمن والاستقرار في جنوب الجزيرة العربية والجنوب الجزيرة العربية عمق استراتيجي للمملكة العربية السعودية. ولذلك أنا يعني لا أتوقع أنه أحد يصمد أمام الضغط الأمريكي إلا يعني من يتضرر، وقد رأينا الحكومة الشرعية اليمنية قد صمدت في الواقع، بينما الحكومة السعودية ما زالت في طور المناورة السياسية. أعتقد أنه لا يمكن لا للشعب اليمني ولا الحكومة اليمنية أن ينوب عنهما لا دولة خليجية ولا عربية، لا عمان ولا الإمارات ولا أمريكا ولا روسيا ولا غيرها. نعم. الشعب اليمني عانى طوال العقود الماضية من التسلط السياسي أو ما يمكن تسميته بحكومة الحزب الواحد، وقام بثورة شعبية شبابية. أنا أعتقد أن الثورة الشعبية الشبابية لا زالت قائمة، والدليل ما شاهدناه من مظاهرات في مدن اليمن قبل عدة أيام. لا يمكن لأحد سواء طرف عربي أو دولي أن يخمد ثورة الشعب اليمني، ورغم تكالب القوى الكبرى على الشعب السوري في الناحية الثانية، القوات الروسية والقوات الأمريكية والبريطانية والإيرانية ومرتزقة الولي الفقيه من كل أنحاء أصقاع الدنيا. ولكن يعني سيد سليمان لو يعني ولو قطعتك، يعني ما مصلحة عمان والإمارات من تمرير تسوية خارج المرجعيات الوطنية وأيضا الدولية؟ عمان لها علاقة يعني باطنية مع إيران. واسمحوا لي العمانيين في هذا المصطلح. لأنه يعني عمان هي مع مجلس التعاون، وضمن مجلس التعاون مفترض أن تكون مصالحها مع مجلس التعاون. ولكن له هناك تاريخ من التعاون السري والظاهر بين مسقط وبين طهران منذ الشاه في الواقع. والحقيقة أنه عمان اتخذت سياسات منفردة عن كل الدول العربية وبما ذلك الخليجية، من يعني حتى في أيام المقاطعة مصر وحتى في أيام يعني حرب الخليج كانت دائما تنأى بنفسها، وهذه سياسة تقليدية عمانية مفهومة. لكن هي كانت سياسة حياد، اليوم باتت سياسة انحياز سيد سليمان. نعم، اليوم منحازون ضد الشعب اليمني، ويجب أن يقال ذلك، ويجب تحذيرهم من الانخداع بالمخططات الأمريكية لأنها ستنالهم في يوم من الأيام. صحيح أن المتضرر الآن الشعب اليمني والشعب السعودي، ولكن سينالهم الضرر إذا طوقت إيران الخليج والجزيرة العربية من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب. ماذا بقى لهم؟ يجب أن يكونوا في مستوى المسؤولية الاستراتيجية، المستوى المسؤولية القومية، وأمريكا لن تنفع أحدا عندما تتركهم غدا مثلما رأينا كيف ساعدت أعدائهم وتحالفت مع أعدائهم ومهدت الطريق لسيطرة أعدائهم. ينبغي أن يكون هناك وعي قومي. لكن وماذا عن الإمارات سيد سليمان؟ يعني هنا حديثك حول عمان. نعم، عمان تبين أنها ذات علاقة مع إيران، ولكن الإمارات ماذا عنها؟ أنا في الواقع أنه تعثر علي فهم الإمارات خارج إطار الضيق لنظرتها للإسلاميين في اليمن وفي غير اليمن. وأنا يعني أعتقد أن الإمارات الآن يعني جزء أصيل في الحلف الأمريكي، في يعني وربما يعني أكثر من السعودية. السعودية إذا رأت مصالحها تتعارض مع المصالح الأمريكية يعني تلوح بالمقاومة. الإمارات لا، ماشية في الخط الأمريكي، وربما لها مصالح
ربما انه الامريكيون يعني يريدون ان يعطوا الامارات دور ها نعم في اطار المخططات الامريكيه في المنطقه. نعم، اذا وضحت الصوره الكاتب والسياسي السعودي السيد سليمان العقيلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل الى ختام حلقه الليله من زوايا الحدث. اشكر هنا ضيوفي استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، وايضا الشكر لسليمان العقيلي الكاتب والسياسي السعودي. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقه اليوم الزميل محمد القاسم، وهي ايضا من جميع افراد طاقم العمل. حتى ان نلتقيكم في حلقه قادمه، اترككم في رعايه الله.